متابعة والتحري تمكنت الجهات المختصة من ضبط وكر لعصابة إرهابية مسلحة في حي العمارة بدمشق، كان بداخله قواذف ار بي جي منها أوروبي الصنع وبندقية قناصة مزودة بمنظار عالي الدقة ومنظار نهاري للنوافذ وبنادق آلية منها روسي ومنها تبوك مخصص للسعودية وقنابل يدوية دفاعية ومسدسات سريعة رمي وعدد من البطاريات المتصلة بالعبوات الناسفة المعدة للتفجير عن بعد، بالإضافة إلى ذخيرة مسدسات متنوعة منها سام أمريكي الصنع ومخازن أسلحة متنوعة ومدخرات وكاميرات تصوير فوتوغراف.